طيب ما بنحبش على فكرة ليزر هير ريموفل هو اتس ليزر هير ريدكشن. تتفق معايا دكتور ماجد؟ طبعا طبعا ليزر هير ريدكشن في هذا الامر. طيب برضو انا يعني حتة ان انت كل يوم شغالين ومراكز وعندنا اجهزة وساعات كتير المريض يدخل على الدكتور او الدكتورة او الاوبريتور ويشتغل ليزر هير ريدكشن على طول. مهم جدا ناخد هيستوري على فكرة من العيان، تقعد مع العيان ولو حتى دقيقة او دقيقتين علشان ناخد هيستوري بشكل جيد جدا. معايا دكتور قدح؟ معايا دكتور ماجد؟ الهيستوري الهيستوري مهم. طيب لو خدنا اول نقطة الانست والريت اوف بروجريشن ويتبعه الايدج، وعلشان دي نقطة دايما بنتسئل فيها ولازم نعمل يعني توضيح لها. الاطفال وازالة الشعر في الاطفال، طفل 8 سنين، طفلة بقى 8 سنين 9 سنين الماوستش والـ unwanted facial hair growth في السن ده وعايزين نعمل ليزر، نعمل ولا ما نعملش يا دكتور أدح؟ الحقيقة دكتور نوح كان الحتة دي فيها ديبيت شوية الأول، لكن دلوقتي لقينا الموضوع بيأثر على الكومبلاينس. دايما احنا بنحب الهير ريموف او الهير ريدكشن بمفهوم مظبوط يعني دايما افتر بيوبرتي، لانه احيانا بيبقى في فاميليال هايبرترايكوزز وبيتحسن بعد البيوبرتي. لكن زي ما دكتور نوح بيقول لنا كده احيانا بيبقى في فيميل صغيرين في السن وعندهم مشكله في الماوستش اريا بالذات وبنلاقي هايبرترايكوز ومأثر على الكواليتي اوف لايف وعامل ديبريشن، وبنلاقي الولاد دول بيحصل عليهم تنمر وحاجات زي كده. ففي الحاله دي هو ينوت ان احنا نعمل، لا انا بعمل حقيقه، ولكن ولكن ناخد بالنا تمام، ناخد جود هيستوري جود ايفالويشن، لازم نتاكد اذا كان في الادرينال او الادرينال هايبربليزيا الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا لازم ناخد بالنا منها. بنعمل الفول انفستيجيشنز، بنعمل ال17 هيدروكسي بروجسترون علشان نطمئن على الجزئيه دي، وبعدين نعمل هو بقى. انا يا دكتور نوح هسال حضرتك، طيب لو فول بودي، لو فول بودي هنعمله فول يعني بودي الطفل يعني طفله في سن 8 9 سنين تمام. لان دلوقتي انا يعني انا بطرح السؤال، انا ما بعملش تمام. بس بطرح السؤال لان بقينا نشوفه كتير ومن الناس هايلي ايديوكيتد، يعني تلاقي مثلا طبيبه مدرسه مهندسه وعندها بنتها 8 9 سنين بنشوفها تسال السؤال تمام. والله انا دايما بدايفرت العيان للمناطق الزهره، اقول له انت مشكلتك مشكله اجتماعيه بالمقام الاول وينعكس عليها مشاكل نفسيه. يعني طفل عنده unwanted hair وبيتم التعليق عليه، طب ما تيجي نعمل الهاندز، ما تيجي نعمل الفور عفوا الفور ارمز، نعمل الليجز مثلا، نعمل الناب ده لو مضايقها، بس الاماكن الظاهره. لكن ما فيش داعي ابدا نعمل في الـ احنا بنتفق دي. واعتقد دكتور ماجد هيتفق معانا ان او هناخد رايه برضو، بس انا عارف من قبل كده يعني انه احنا هنشوف الاماكن اللي هي الاكسبوزد اللي هي مأثره على الكومبلاينس اوف لايف، يعني احنا هنعمل عشان الكومبلاينس اوف لايف او الكواليتي اوف لايف. فزي ما دكتور نوح قال هنشوف الاماكن اللي هي الاكسبوست اللي بيبقى فيها مشكله دي اللي ممكن نعملها، وبنويت افتر بيوبرتي لو استمر الهايبرتريكوس ساعتها هنعمل فول بودي، ما عندناش مشكله. تمام تمام تتفق معانا؟ بص يا دكتور احمد، هو دلوقتي للاسف الشديد ويمكن يعني معظم اللي قاعدين معانا امهات دلوقتي، اطفالنا في المدارس ما بقوش زينا. انت بتخلفي نسوان صغيره، يعني بتخلفي نسوان والله العظيم حاجه سخيفه جدا. تلاقي البنت راجعه من المدرسه مقهوره بتعيط، بيتريقوا على شعر يا ماما، بيتريقوا على شنب يا ماما، تطرق على شعر ايدي. الكلام ده اظن ما كانش موجود زمان ابدا ولا يطرح. دلوقتي نسبه التنمر اللي دخلت في سايكيك تروم الاطفال كتيره، تخلي لازم نغير تفكيرنا تماما. تمام. فانا جات لي عيانه البنت 9 سنين بطلت جمباز، بطلت جمباز، امها بتقول لي بطلت تروح تمرين، من ابطال مصر، بطلت تروح تمرين وبطلت تروح المدرسه، بتريقوا عليها وانا اعمل اي حاجه. قلت لها وما ينفعش الليزر قبل البيوبرتي، فقلت لها طب بصي انا كاسمها دينا هعمل لك يا دينا ليزر بس لو استحملتيه. قالت لي ماشي، اديتها النبضه في الثانيه في الثالثه ولا حاجه خالص. لا يا دكتور مستحمله، لا يا دكتور مفيش وجع. بص التحدي وصل لدرجه ايه ده علشان تتحاشى التنمر. يبقى دايما نقول الضرورات
تبيح المحظورات. تبيح المحظورات. يعني تقدر تقول لو ما أثر على الكواليتي اوف لايف العيان. طبعا. طيب دايما احنا في الطب عموما بنعمل ده. هو انا لو جالي عندي عيان سورايسس، نطلع بره التجميل شوي، وعنده سورايسس ان هيز هاند وما أثر على الجوب، هو وده انا بشوفه كتير، بيجي الجماعة الشيف، واحد شيف شغال في فندق زي ده 5 نجوم، هو شغلته شيف دي اللي بياكل منها عيش، وعنده سورايسس في ايده وقوية وعنيفة، هل هتكتفي بالعلاج التوبيكال؟ هل هقول اصلا نسبة مساحة السطح المصابة 1% او 2% فهستخدم توبيكال بس؟ وهل هعمل له اكزايمر؟ هل ما اعملوش؟ طبعا اكيد ده اكل عيشه، هتدي له التوبيكال وتعمله الاكزايمر، ولو ما خفش بعد 2-3 اسبوع هترش انتو سيستميك ثيرابي. فبالتالي احنا في الطب ما عندناش قوالب مصمتة، ما عندناش حاجات ثابتة، حتى في السورايسز نفسه هو لا، لو اثرت على الكواليتي اوف لايف بتاعه لازم ناخد ديسيجن جريء شوي. طيب لو جينا نتكلم على التانينج افكت بقى، علشان العيان اللي بيجي بعد الريكرييشن بقى ريكرييتيف سمر والحاجات دي ويجي هيعمل الليزر، انت تتصرف ازاي؟ واحدة قضت في الساحل شهر اسبوعين، تصرف ازاي دكتور أدح؟ الحقيقة احنا المشكلة دي بنشوفها كتير وبأكد عليها بين قوسين، ده جاي لك على ميعاد توقيت السيشن بالمرة بقى بالظبط، يعني هي بتعمل سيشن كل شهر مثلا بالظبط، فجاي لك على ميعادها اكوردنج. انا الحقيقة دلوقتي بحب استنى 1 مانث بعد ما بعد التانينج افكت ما يكون موجود يا دكتور محي. يعني العيانه جات لي لو هي جايه لي على ميعاد السيشن وفي تانينج افكت اتليست بستنى 1 مانث، كنت الاول بستنى 2 اسبوع حلو. وبعدين ابدا اعمل عينين دول، لقيت انه احيانا بنعملهم بعد الاسبوعين وبل عندي الاند بوينت بتاعتي البريفيروكولار ارسيما بشكل عادي جدا والبريفيروكولار اديما والارسيما عاديين جدا، لكن بيحصل بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن وده كانت غريبه شويه، فبقيت اخد السيف سايد شويه واستنى 1 مانث. حلو. خلال الوان مانث ده بتدي بروجرام للمريض يمشي عليه؟ طبعا. زي بدي بليتشنج ايجنتس زي اديني يا باشا امثله. عاده يعني بدي حاجات ناتشرال بوتانيكلز. يبقى صح كده ناتشرال او بوتانيكلز بالظبط. طيب لو مثلا الايموليانت رايك في ايه؟ وانا عارف انت ليك مدرسه في الحته دي. الايموليانت لوحده الحقيقه لا، انا يعني ما بحبش ادي الايموليانت لوحده، انا بحب ادي معاه انتي انفلاماتوري وبدي معايا فيري ويك سترويد، لان العيان المصري انا يعني وده برضو اللي دكتور نوح بيقول لنا عليه من شويه ان احنا ما عندناش قوالب مصمته. العيان المصري دايما ما بيلتزمش بالتعليمات قوي يا دكتور نوح. صح. تقول للعيان مثلا ما تستخدمش، انا بيجي لي عيانين يعني سوري يعني بيستحموا بالديتول في اليوم 100 مره وعندهم دراينس ريتيشن ودراينس، وافهم العيان يقول لي لا ده انا اصلا هو الديتول ده حاجه كويسه جدا، بيعتبر ده دلوقتي بيعتبروه نوع من انواع اللي بنقول عليه احنا ايه اللي هو يعني كافحة الكورونا. لا 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 مش حمايه، يعني ان انا يعني سوري يعني لكجيريس كده انا بستخدم ديتول بستحمى بديتول، انا اسف اللفظ يعني، لا ده هو ممكن يعمل اريتيشن. فانا دايما في مع التانينج افكت بحب ادي انتي انفلاماتوري لمده 4-5 ايام وبعدين بكمل بالوايتنينج ايجنتس ناتشرال او بوتانيكال بلس الايموليانت. تمام تمام حلو جدا. طيب نيجي اكتف اكني، هنا هنقف. عيانه بتعمل عندها هيرشوتزم واكتف اكني وبتعمل السيشنز بتاعتها في مركز، وبعدين جات لك انت طبيب بقى، حضرتك انت هنا درماتولوجيست قبل ما تبقى استاتيك بروفيشنال، تتصرف ازاي؟ اول حاجه ده ما يثيرش في انتباهك احتمال تشخيص حاجه كده، يعني هيرشوتزم واكني مع بعض، يبقى انا راجل بتاع درما يعني بوليسيستيك اوفري اندروجين عالي. بوليسيستيك اوفري ماشي، الساها سندروم اللي هي السيبوريا والاندروجينيتك الوبيشيا والهيرشوتزم والاكني، يبقى انت لازم تحط ان كونسيدريشن ان انت التشخيص. طيب ابارت من ده تتعامل ازاي بالماشين دي؟ انت عندنا ماشين اهي. انا ما عنديش مانع ان انا اشتغل في الاكتف اكني مع الليزر، بس الاندياج اظن ايوه الافكس بتاعته احسن. تمام كده ضربت عصفورين بحجر. جميل. يبقى هو لو في اكني ومعانا اندياج ليزر هيبقى مور بيتر تو يوز. لو عندك الامكانيه في العياده او في المركز في الكسندرايت وياج ويل بي مور بيتر، لكن اليكس ما يمنعش بيه. لا ما يمنعش، خاصه يا دكتور احمد برضو احنا دايما لازم يبقى عندنا بلان اي وبلان بي وبلان سي. أيوة. دايما لازم نتعلم كده مع العيان ودايما نعمل نيجوشيشن مع العيان يا دكتور محي. يعني انا ما عنديش ياج، مش معقوله مش هعمل هير ريدكشن عشان ما عنديش ياج في العياده، العيان اكتف لا اتس اوكي. لو عندي ياج اتس بيتر ما عنديش
هعمل الالكسندرايت عادي جدا، وممكن ابدا بقى ايه بقى رايك في الاي بي ال رائع في هذا الموقع؟ اكتر من رائع عشان انت ليك خبره بيه كويسه وعملت عليه شغل قبل كده. ده حقيقي. والدكتور ماجد اي بي ال ده مظلوم وسط الليزر، اكتر من رائع، اتظلم في الهير ريدكشن بس. عشان يعني ما يخشش اي بي ال مع الليزر في شعر. ايوه انما كاكني سكار كسكار كاكتب اكني لا كاريجو فينيش. حقيقة انا كنت شغال بيبر وورك الفترة اللي فاتت واتعملت فين؟ بصي لما يخش في كومبارزن مع الليزر اي بي ال يدخل كومبارزن مع الليزر هيخسر. الحقيقة كنا عاملين بيبر وورك يا دكتور عن الاي بي ال وعن الياج في الاكني مع السيستميك ايزوتونوين. الريزلتس بتاعت الاي بي ال مارفلس جميل وايكوال، وما كانش عندنا اي سيجنيفيكانس ديفرنس ما بين الاي بي ال والياج. الاثنين اكتر من رائعين في الاكتيف اكني. يمكن انا شرحتها في المحاضره بتاعتي لو كنا قلنا على الميكانيزم في اكشن حتى، فهو رائع. فهو الاي بي ال لو عندي في العياده هيبقى بديل هايل جدا جدا. حلو، مع حد ما نعدي موضوع الاكتيف اكني. طيب مهمه دي، مهم. مشكله كبيره. عيانين الساهه سندروم مثلا لسه جايبين سيرتهم دلوقتي، العيان ده اندروجينيتك الوبيشيا وماشي على مينوكسيديل سواء 2% توايس ديلي او 5% فوم وانس ديلي. خلاص هي ماشيه على مينوكسيديل اوريدي 5% توايس او توايس، وهي جايه لك بهرشوتيزم، هتعمل ايه؟ هتعمل الليزر هير ريدكشن، هتقول لها وقفي المينوكسيديل؟ هي نفسها هتقول لك ده يا دكتور انا باخد الدواء اللي بيطلع الشعر ده، العيان بيقول كده، فهتوقف المينوكسيديل ولا هتقلل جرعته ولا هتكمل على المينوكسيديل؟ ثلاث اختيارات. انا اقول هقلل جرعته واكمل بالليزر وهزود عدد الجلسات. تمام. يعني مدى ما اقول لها 6 جلسات اقول لها نعمل 10 جلسات. حلو دكتور. مدى ما استخدم 5% مرتين في اليوم اقلل 2% 2% مرتين في اليوم. جميل دكتور قدح. تقلل الجرعه تستمر على نفس الجرعه ولا توقفه خالص؟ لا الحقيقه انا بعمل نيجوشيشن مع العيان وبتفق معاه، بشوف ويتش اوف ويتش العيان عايز ايه، لان اصل هو انا عندي مشكله. حل حلو برضه. انا عندي يعني امبالانس موجود لازم هيقف، يا اما ان انا هوقف المينوكسيل واللي عم صلحناه في الهير هيبوظ تاني. حلو تمام. ويا اما ان انا هكمل والهرشتيزم موجود. في عيانه اصلا بيبقى عندها يعني بتتاثر جدا بقصه الهرشتيزم، والموضوع بيبقى بيعملها سيفير ديستريس وبيدخلهم في سيفير ديبريشن، وانا شفت حالات كده يقول لك انا بقيت سوري في اللفظ انا بقيت شبه الراجل يعني وعندها مشكله. فاحنا هوتش فوتش لو هنمشي هنكمل، انا بعمل حل وسط ان انا انزل 2% من اوكسيدل واشوف الدنيا اخبارها ايه وفولو اب العيان بعد شهر. تمام. طيب. انا صراحة اختلف معاك في النقطة دي، انا اضم صوتي لصوت الجنرال. احيانا يعني الجري زون دي مش حلوة، انت في اندروجينيتك الوبيشيا هي مش هتستجيب الا للمينوكسيديل ولازم مينوكسيديل فور لايف، ودي مش هنساوم عليها. هنقول لها احنا اللي نقدر نعمله ننزل 5% ل2% جايز يكون ده افضل، نقلل نحسن من الميثودز اوف ابليكيشن. حضرتك بدل ما بتحط بخاخه هنحط دروبر، لازم نعمل بارتنج للهير بشكل جيد علشان الدروبلتس بتاعت السبراي ما تلزقش في الشعرايه وتيجي الشعرايه تلف على وشك ولا بتاع تزود الشعر في المنطقه دي. يعني ادجست البيشنت يوز ومش هتنازل ان انا اوقفه. انا ما اقولش طيب. بس انا عندي انت هتقول لها لو شعرك يفرق ولا لا صح؟ بالظبط. بس انا عندي حل، عندي حل تاني كويس جدا وانا بجربه مع العيانين وبلاقي يعني فيدباك حلو جدا جدا، ان انا بقول للعيانه هيبقى الهير ريدكشن هو طريقه الهير ريموفل العاديه بتاعتك بس فور لايف. يعني حضرتك اعرفي بدل ما كنا بنعمل شيفينج او واكس او الحاجات التانيه، حضرتك هتكملي على الهير ريدكشن ليزر ديفايس اللي هي المناسبه ليكي فور لايف بس، وما نعدش جلسات واكمل على المينوكسيد بتاعي خلاص ما عنديش مشكله. اعتقد ده حل كويس قوي لو العيان تفهم الموضوع هيبقى بالنسبه له اسهل. يعني احنا لو وصلنا للكونكلوجن ده اعتقد اكتر حد هيبقى سعيد هو الراجل اللي بيصورني ده، هيقول لك ما احنا بنعمل جلسات فور لايف، يعني خلاص المكنه شغاله والدنيا حلوه. لكن اعتقد هو ده لازم نفهم المريض الحته دي. طيب
لو جينا النقطة بقى ايه، دي على فكرة من ضمن الحاجات المهمة في البيلينج برضو لسه قايلينه، العيان اللي هو الهربتك كارير او كل شوية يجيله اتاك من الهربس ده، سؤال بسيط حضرتك بيحصل لك سور او 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 بينفول فيزيكال او واتيفر في اللبس او جوه الفم او كده، لو لقيت المريض ده انا كل شهر او شهرين معلش رجاءا اديلها زوفيراكس 400 ميلي جرام 3 مرات في اليوم قبل البروسيدر باربع ايام وثلاث ايام بعد البروسيدر. انا بحب ادي الايزوبرينوزين، ممتاز لونج كورس، ممتاز الصبح، بس هو فين لمده؟ لا موجود. لا ما في، ما عادش كان كبسولات وسيرب ولا لاقين ده ولا لاقين ده، بس انا من عشاق الايزوبرينوزين. ايزوبرينوزين فعلا موجود ثلاث شهور مش موجود، يعني فعلا كلامك تمام، بس نلاقيه. دي مهمه برضو. ساعات بيجي لنا العيان اللي هو نعم ايزوبرينوزين واحده الصبح بعد بليه مده من 3 ل 6 شهور كمان، اللي هم بيجي لهم ريكارنتلي جدا بيوقفها تمام لمده سنه. الايزوبرينوزين فعلا من الحاجات الرائعه. عيان في تيليجو وجايه تعمل ليزر هير ريدكشن، نعمل ولا ما نعملش؟ ده ما نعملش طبعا. رايك ايه كده؟ ما نعملش؟ طب انت جايبه المعلومه دي منين؟ معلش يعني جايبها منين؟ انت بتخافي منه؟ ها على فكره لابسه لك نفس الشاول بتاع السنه اللي فاتت وقالت لي اللي هو فاكره، أيوة اللي هو أيوة اللون ده متصورين بيه فاكر انا النهارده شفتها. بكره ليك هديه مخصوص من غير سؤال. لا ودلوقتي يعني انا بس معلش عايز انوه شركه اتراكت الحقيقه برضو يعني مش عارف هو في تنافس، بس تنافس محمود يعني بين الشركات، نقدم هدايا جميله. بدينا 3 فاوتشرز من بيتك، فهنعمل عليهم يعني بكام؟ اهم حاجه بكام؟ لا قيمتهم كويسه يا دكتور يعني وبيتك، فاحنا بعد السيشن على طول في دقيقه كده الناس اللي نفسها طويله بتعملها معايا. لا 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 الشهر الواحد يا جماعه 50,000 جنيه بعد ما اخلص السيشن يا دكتور. بعد السيشن بعد السيشن بعد السيشن بعد السيشن 50,000 جنيه لا يبقى دلوقتي. طيب الفيتيلجو بص يا جماعه، نعمل ليزر حتى لو بعيد عن المكان اللي فيه الليجن، يعني هي عفوا يعني جايه تعمل اندر ارمز وعندها في تيليجو مثلا في الارم او في الفيس، تعمل ولا لا؟ بص يا جماعه بص 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 عشان برضو نكون صراحه مع بعض، هل الهير ده مؤثر على الكواليتي اوف لايف بتاعها ولا لا؟ خلينا نمشي واحده واحده. انا هقول لك مؤثر معاه. لو مؤثر انما لو عيان عندها سيجمنت البيتيليجو لوكالايزد بيتيليجو انا مأثر على الكواليتي اوف لايف بتاعها، والشعر مأثر على الكواليتي اوف لايف بتاعها. ما انا بقول لك انما لو بتعمله كده فانتازي لا 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 نقول طيب. لها كمان طب الكوبنر بقى ده كوبنر خلي بالك معايا بقى هل بس عايز اجابه بقى يعني انا عايز هل لو العيان ركز معايا الاكزنزايت ليزر الدبس بتاعه ديب ولا سوبرفيشال يعني التروما بتاعته ممكن تعمل كوبنرايزيشن ولا لا؟ اللي بيقول لا يرفع ايده برافو. عايز رايك في الحته دي، عايز رايك في الحته دي. فمعلش بص بقى حته الفيتيليجو والليزر هير ريدكشن وحته الكوبنرايزيشن عايز اسمع راي مصطفى. يلا الليزر هير ريدكشن مع الهير هو الفكره الليزر الدياك الاكزندرايت اللي هو 755 اللي هو بس هو باظ واصل للبيزك كيراتينوسايتس برضه والميلانوسايتس. الفكره ان انا عندي ريزرفوار في عين الفيتيلجو، كل لقطه انا هضرب فيها الريزرفوار ده انا باثر على مستقبله بعد كده في الفيتيلجو، فده رقم واحد. فانا كامانه كسواء ميديكال ليجل وامانت انا مع المريض انا مش هحب ان انا اعمل له ليزر هير ريموفل. تمام ده رقم واحد. طب لو مؤثره على الكواليتي اوف لايف، لو اثره على الكواليتي اوف لايف هيبقى كوست بينفيت ريليشن شيب، انا هحسب الموضوع بوضوح. ولكن طول ما انا هشتغل حاجات شويه سوبرفيشال هيكون احسن من ان انا اشتغل حاجات دي. يعني لما هروح للديود والاند والالكسندرايد بس يعني تو ليس اكستنت طبعا الديود الالكسندرايد مينلي هيكون احسن بالظبط. ولو ان برضو يا بي لو هو العيان ده اصلا سكين تايب وده ما اكثرهم سكين تايب 4 and 5
لا بتاع 5 دي خالص خليك كده مع 4 هو اساسا الالكسندريه صعب في 4 و5 ليه لا ده 4 ده جميل انا هقول لحضرتك انا وجهه نظري الشورت الشورت ويف لينس زي الالكسندرايت في عين عنده هاي الميلانوسوم عالي فيه مليان ميلانين هو اكثر عرضه في الكومبيتيشن انه ياخد ليزر من العيان اللي ما عندوش ميلانوسوم اللي ما عندوش ميلانين كتير كلام النظري جميل جدا جدا ومتفقين عليه تمام. انما اكشوالي انت بتعمل بريبريشن كويس بريبريشن اوكي بتقول له على البروكوشنز بتاعته بيفور وافتر وعلى فكره ما هي دي مغامره انت داخل على تايب 4 فمش هتعامله معامله تايب 2 ابدا ما انا قصدي كده واخد بال سعادتك تمام فكمل اه فده على كل فهيبقى ساعتها بس انا هو ايه البيردن اللي هي ممكن كواليتي مؤثر على كواليتي اللي هي مثلا هيرشيتزم مش هايبر ترايكوتيك ده موضوع تاني وفي بي سي او وفي ساسندروم زي ما بتروح الجروينج هيد بتاثر على كواليتي اوف لايف وعامله لها بقع وعامله لها مشاكل في رجلها اتس اوكي بس هي ولا ريسك الفيتيليجو او ريسك ان انا اصلا ما اعرفش اعالجها بالفيتيليجو بعض الفيميلز الموضوع بتاع الانجروينج هير يؤثر عليها نفسيا وتعاطفت وتعاملت وتعايشت مع الفيتيليجو ان هو صاحبها انا يعني. بقى بص انا علشان تسمب انت كلامك صح في نقطه حلوه جدا وقلتها وعجباني كوست بنفيت ريشيو احنا مفيش صح مطلق هنا ولا خطا مطلق انت هنا هتعمل كوست بنفيت ريشيو العيان هتحسب زي ما الدكتور مصطفى به قال انت قلت كلام رائع وانا معجب جدا بالحسن وناخد قرارنا سوا هو لا قراري ولا قراره هو الحقيقه لازم يعني انا متفق برضو معاكم في النقطه دي احنا يعني الكوست بنفيت ريشيو هنحسبها بس انا شايف انه الافضل ما نعملش الا في جراي زون بتحصل يا دكتور نوح ان احنا بنوصل لمرحله ان السيرفس اريا اللي هي افكتد بالفيتيلجو دي بتبقى كبيره شويه تمام والبروجريشن بتاع الديزيز لو العيان ده ما هوش ستيبل لو هي ما هياش لوكالايزد اريا تمام لو انا هعمل مساحات كبيره انا ساعتها مش هعمل هقول لا عشان احافظ على الريزرفوار ده رقم واحد وعشان الكوبنرايزيشن اللي ممكن يحصل كل ما حضرتك زودت في الارياز اللي هتعمل لها هي الريدكشن كل ما الاحتماليه هتزيد احنا هنوزنها ونشوف مشكلتها في ايه برضو يعني هنوزن مشكلتها هي مش هنعمل فول بادي يعني ده انا عايز اسال حضراتكم دي مهم. هو سؤال بقى انا عايز اساله لحضراتكم حقيقي هو شغال كده شغال اه سامعين الحقيقه ان دي انا بتواجهني تقريبا بشكل شبه يومي ان بنوته 16 او 17 سنه او اقل او اكثر بتبقى جايه مع اهلها وجايه او جاره مامتها وجايه تحديدا عشان تعمل ليزر هير ريموفر لما باجي افحص الشعر بلاقيه شعر نقدر نقول عليه هو شعر الوبل ايوه تمام ما بنعملش فيس ما بنعملش طيب ما حضرتك قلت كواليتي اوف لايف هي البنت جايه انا ببص في شعرها حقيقي بلاقي عين مكسوره يعني حقيقي يعني حرفيا بلاقي البنت من كتر التنمر او من كتر الكلام اللي بتاخده رخم هي متضايقه لدرجه اخر واحده كانت عندي كانت بتقول لي مسميني يا ام دقن خضراء وانا اصلا مش دقن خضراء ولا سواء شعر او انا ان انت عندك سوري لفظ كده يا لا ده كانت حاجه صعبه شويه تدخلي الورقه الام قالت للاسيستنت بره دخلي للدكتور الورقه عشان انا مش عايز اقول الكلام ده قدام البنت اقسم بالله كده ودخلت الام كاتبه الورقه بالعربي كاتبه ورقه وش وظهر فلوسكات كامله فيها الكلام اللي بيتقال البنت وازاي مؤثر على حياتها برضو يا دكتور مصطفى انا هرد على حضرتك في النقطه دي كنت لسه انا بجاوب عليها من شويه لو مأثر على الكواليتي اوف لايف برضو وهو فيلا صغير اللي المفروض ما يفضلش ان احنا نعمله علشان البارادوكس في نومنا هنعمل حاجتين هبلغ العيانة ان دي هتبقى برضو الميثود اللي انت هتستخدميها فول لايف تمام ده واحد وهعمل فول فيس ما انا ما عنديش حل غير كده لان العيانة برضو حضرتك بتقول في تنمر بس لو جت ببارادوكس في نومنا بعد جلستين ثلاثة هتيجي تمسك خناقنا احنا برضو للأسف الشديد وده بيحصل دايما انا متفق جدا مع الدكتور ادح لو هتعمل هير ريموفر لفيلا سير في الفيس ده تبقى يعني ده قرار انا رفضه تماما انما ارجع واقول الضرورات تبيح المحظورات هتعمل يبقى لازم الشعر كله يتشال هتقرب بالفيس ما تعملش لوكالايز اريا وكولينج فوق وكولينج تحت طول ما انت شغال كولينج تحت وكولينج فوق عشان هو بيقول لك ان الهيت افكت بتاع الالكسندرايت ليزر ممكن هو يعمل اندكشن للبارادوكسيكال هير النقطه الاخيره
هتقول للعيان ولمامتها هيبقى دي طريقه الهير ريموفال لوشك مدى الحياه، ولا يوجد ما يمنع ان الشعر يزيد او يطول. قول يا دكتور ما كنت عايز. هي حته في الايتيوباثوجينيسيس بتاع الفيتيليجو، بس احنا دلوقتي بنتكلم في حاجه كواليتي اوف لايف افكشن. اوكي، انا قررت ان انا هعمل هير ريموفال في الفيس، وهنا دي اكتر حته هتبقى جايه مأثرة على كواليتي اوف لايف. انا دلوقتي الفيتيليجو ده حاجه مالتي فاكتوريال، والايتيوباثوجينيسيس كبير، وانا ما اقدرش احدد انه السيجمنتا او الاوتو اميون او غيره او غيره، انا ما اقدرش احلف على حاجه. صح. لو انا قررت اعمل في سيجمنتا الفيتيليجو هير ريموفال، اضمن منين ان انا ما ادخلش في ايتيوباثوجينيسيس تاني حاجه الاوتو اميون مثلا، ان انا افتح السكن بريفليج سيستم او افتح الهير فوليكل المقفوله على الاميون سيستم فدخلها في ايتيوباثوجينيسيس تاني للفيتيليجو، وابقى دخلتها في حاجه على اللايف يعني الكواليتي اوف لايف منتال او اللوكالايز. صح، ده النيورال. وغالبا بيبقى ايتيوباثوجينيسيس لوحده، بس احنا ابطل ناو كلها ثيوريز. انا ما اقدرش احلف واقول ان الفيتيليجو ده عشان كذا في اللوكالايز او السيجمنتال فيتيليجو موستلي نيورال، بالليزر زي ما انت عايزه، موستلي نيورال ليجن، علشان الفيتيليجنس ليجن او عليه شعر اسود ده امل الوحيد في الريبيجمنتيشن. هي دي يا دكتور نقطه، غير حته الريزرفوار. انا عندي ريزرفوار، دي نقطه خلاص، انا مش هقرب من الهير فوليكل عشان كده. احنا بنتخانق في الكلام بس. طيب علشان الوقت احنا هنعمل لايف ديمو ونكمل ديسكشن على اللايف ديمو، فنبتدي على طول بقى اللايف ديمو بيه. تعالي يا سري. قدام ده جهاز الكسندرايت ليزر، هقول عليه في دقيقه بالظبط. الكسندرايت ليزر ده عباره عن ماشين الليزنج ماتيريال جواه طوبه اسمها الكسندرايت. الطوبه دي لما بنسخنها بتجنريت لايت ولا ليزر لايت امبليفيكيشن مال استيميتد ايميشن اوف راديشن. بسخن الطوبه اللي هي الكسندرايت، التسخين ده بينتج عنه لايت اسمه ليزر. عرف العلماء يجايد الليزر لايت ده يطلع، بس عشان يطلعوه بيطلعوه من ارم، فقال لك نطلعه بارم اللي هو الفايبر اوبتيك. شايفين الارم اللي قدامكم ده فايبر اوبتيك، علشان يسهل المانيبيوليشن. يطلع الليزر من الارم بتاعه، الليزر مش ذكي، الليزر ماشي لغايه ما يلاقي تارجت، التارجت يمصه. يبقى الليزر عباره عن ايه من الاخر؟ الليزر عباره عن ايه؟ لايت بس. يفضل ماشي لا يمكن يقع الا لما تارجت تمصه، يحول اللايت لهيت فيفرقع التارجت. من هنا جاء العلماء قال لك ايه؟ انا عندي لايت اللي هو ليزر، التارجت بتاعه بيجمنتيشن، طب ما استخدمه في الهير ريموفال زي الكسندرايت ليزر والاندياج ليزر. قال لك طيب ما هو زي ما هيخبط الهير اللي حواليها النورمال سكين ممكن تتخبط، صح ولا لا؟ فازاي ابروتكت النورمال سكين بالكولينج؟ يبقى اهم حاجه في الدنيا لما تشتغل ليزر لازم يبقى عندك كولينج سيستم كويس. وانا كلامي هنا مش على الفراكشنال ليزر اللي انا محتاج الهيت فيها دكتور نوح، انا كلامي كله على الليزر هير ريموفر. وضح الشاشه لو سمحت. وضح الشاشه، لا مش واضحه خالص. ممكن تطفي النور؟ مش واضحه خالص. دلوقتي ركز معايا، قدامي 5 دقايق وخلص. اي ليزر في الدنيا عباره عن بلس. البلس ده عامل زي الجون بالظبط، بدايه ونهايه. فالبدايه والنهايه دي اسمها البلس ديوريشن، واعلى نقطه في البلطايه اسمها الفلوينس. يبقى اي بلطايه ركز معايا، اي ليزر بلس عباره عن كده، بلس ديوريشن وفلوينس. عايزه تشتغلي ليزر؟ عايزه تشتغلي ليزر؟ 5 بوينت شود بي ان يور مايند. رقم 1 الجايد لاين بتاع الجهاز ده. 2 السبوت سايز. السبوت سايز مهم جدا، وكلما زاد السايز بتاع السبوت، السبوت سايز يزيد الدبس اوف بنتريشن، يبقى جايد لاين. 2 سبوت سايز. 3 البلس ديوريشن. فكيف بلس ديوريشن؟ 4 الفلوينس. فكيف فلوينس؟
خمسة لسكين تايب اكوردنج تو فيتس باتريك. يبقى خمسة بوينت، وده سؤال من الاسئله اللي هسالها بكره وفيها جايزه كبيره قوي اخر اليوم. 5 بوينت شود بي ان يور مايند لما تديل ويز ليدر. واحد ها سبوت سايز، اثنين البالس ديوريشن، ثلاثه الفلوينس، اربعه الجايد لاين، خمسه السكين تايب. ودايما بنقول يتناسب البالس ديوريشن تناسبا عكسيا مع الفلوينس، يعني لو هتزود البالس ديوريشن تعملها 20 في الفلوينس. طب لو زودت الفلوينس تعمل ايه البالس ديوريشن؟ 20 طلع معايا فيلم الكرتون ده يعني، وخدت جايزه جوه الفيلم، وامبارح واخده 15000 جنيه، والكواليتي اوف لايف بتاعتها اتغيرت من امبارح للنهارده. خلي بالك معايا، بمعنى ركز معايا، لو انت شغال دلوقتي، الصوره مش واضحه، لو انت شغال دلوقتي مع ثيك هير، انت شغاله بجهاز ليزر الاكسندرايت وبتشيل شعر سميك، شعر سميك تكريني، يبقى الشعر سميك كانك بتبني حله، محتاج ديوريشن عالي. ما دام استخدمت ديوريشن عالي استخدم فلوينس ايه؟ قليل. طيب انت شغاله على شعرايا ثين هير، كانك بتغلي ميه في كنكه، تغلي ميه في كنكه، يبقى محتاجه ديوريشن قد ايه؟ قليل. ما دام استخدمت ديوريشن قليل استخدم فلوينس ايه؟ عالي جدا. الله، كده الصوره جميله جدا. يبقى قدام اي جهاز اوعى تتخض، اوعى تتخض. الشاشه قدامك اهو، دي الفلوينس، قللي كده وزودي يا دكتور نسرين. بدوس كده بزود الفلوينس 16 18 او قللي كده 12، ده الفلوينس. طيب اثنين، ده البلس ديوريشن، ده البلس ديوريشن، وقلنا يتناسب الفلوينس والبلس ديوريشن تناسبا. طب اكوردنج لايه؟ ازود واقلل اكوردنج ليه؟ للجايد لاين. انت معاك جايد لاين بتاع كل جهاز، الجهاز يقول لك ايه؟ سكين تايب 1 استخدم فلوينس من 14 ل 20، وبلس ديوريشن من بوينت او من 3 ملي سكند لغايه طب 15. معايا؟ 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 طب احسبها ازاي؟ انا عارف الرول، انا استخدم فلوينس عالي جدا في عيانه وليكن 18، استخدمت فلوينس عالي، نستخدم بلس ديوريشن ايه؟ واطي اكوردنج للجايد لاين. مفيش حد بيستشطر على الليزر، مفيش حد بيستشطر على الليزر. طيب ايه الخانه الثالثه دي؟ دي اسمها الريبيتيشن. يعني ايه؟ لو انت مبتدئ بحطها على زيرو، احطيها على زيرو دكتور نسرين، زيرو. يعني ايه؟ كل ضربه يطلع لي بلصايه، كل لان الهاند بيس لما في الفوت سويتش كل ضربايه يطلع لي بلصايه. لو انت بقيت اكسبر، لا زودي بقى، زودي 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 زودي، ده بالضربه وتخلص العيان كله في نص ساعه. ده الكولينج سيستم، الكولينج سيستم، وطبعا اكوردنج لي كل حاله ثيك هير او ثين هير. الجايد لاين هيقول لك برضو احسن حاجه 40 20 40 30 30 30، حطيها 30 30 كده. طيب لما اجي استخدم ليزر، ودي نقطه احنا ناقشناها انا والدكتور ادح والدكتور نوح، عايز تشتغل صح بما يرضي الله، انتوا عندكم هنا هاند بيس السبيسر، سبيسر. طيب اشتغلي لي كده دكتور نسرين بالميكانيزم بتاع الاوفرلاب، وريني كده نعملها ازاي. ديمو على اي حاجه، مش لازم نضرب حاجه. اوفرلاب، بصي ضربنا، هنضرب هنا، شايف الدوريه قد ايه؟ الدوريه اهي، والدوريه في الدوريه، دوريه في، يعني ما سيبش جامد خالص. ده صح ان انا بعمل بلس فبلس فبلس اوفرلاب 10%، ده صح. الاقل في الكلفه شويه نعمل التاتشنج، وريني كده دكتور نسرين تاتشنج. يعني ايه تاتشنج؟ بلصايه جنبها لازقه فيها بلصايه، ما عملتش اوفرلاب. ده الميكانيزم اللي اسمه ايه؟ التاتشنج.
الميكانيزم الثالث والاخير اسمه سبيسنج. واحده بتقول لك ايه انا عايز اعمل ليزر ب 500 جنيه شفل شعر رجلي ب 500 جنيه طيب 500 جنيه نعمل سبيسنج تور السرير ورينا نعملها ازاي. صلي على رسول الله 1 2 3 4 5 6 7 8 خلصت الجلسه هات رجلك الثانيه. انا بقول لك ده طب ده علم. انا بقول لحضرتك الثلاث طرق الموجوده انا معاك. انا في عيانه بتيجي عايزه تقول لك ايه انا عايزه اخف شكل رجلي شويه انا مش قادر بالظبط اعمل ريدكشن الشكل بقى سعيد سخيف ومزعج وانا هشيله بعد كده بالسويت او بالواكس او واتيفر تمام. فعندك اللي هم الاوفرلاب والتاتش والسبيسنج دول الثلاث طرق كلهم. اهم حاجه دلوقتي البري ليزر بريبريشن. مين بيعمل دي مهم بقى دكتور نوح هسالك فيها. مين بيعمل شيفنج للعيانه ومين ما بيعملش شيفنج؟ وانا اقول لك انا بعمل ايه. بتعمل شيفنج ولا لا؟ انا بخلي العيانه لو هتعمل شيفنج قبل الجلسه بثلاث اربع ايام علشان الشعر يكون ظاهر كده. دكتور احمد تعمل شيفنج ولا بعمل شيفنج. طيب انا عندي بقى مبدا معلش وهسالكم سؤال الاول نجاوب اجابه من السباينال كورد. هذه الاجابه ما تعديش على البرين ريفلكس على طول محدش فكر يا جماعه. هو الموس لما استخدمه او تستخدميه بيعمل ايه في الشعر؟ مش سامع. الموس بيعمل ايه للشعر؟ لجلد شعر جلدك. اجابه من السباينال كورد. مش عايز تعدي على البرين. لما بستخدم مكنه الحلاقه عايز تقول يتقل الشعر يعني بتقل الشعر. ده ترين ده عرف 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 ده حتى ايه تلاقي ايه المراكز بتضرب في بعض هم حلقوا لك شعرك بالمكنه عشان كده زاد. وحد بيروح المركز ده في حاجه في الدين عندنا اسمها حسب الاقران. ما بيشتمكش. انا رحت عند ماجد الشيخ طيب ربنا يسهل لي ده انا بيجي لي من ورا ناس كتير يلا كويس هو كويس ماشي دي ألعن منك لو ذميته ماشي اسمها حسد الأقران في الدين مهم عارفهم طبعا طبعا عارفهم واحد واحد نرجع لموضوع. طب أحسن حاجة نعملها إيه؟ أنا ممكن ما نعملش أو نستخدم الشيفر تماما يا شيرين إزاي؟ هقول للعيانة اعمل الهير ريموفال بتاعك بأي طريقة عادية أو الجلسة ليزر عملت سويت واول ما يبدا الشعر ينبت تجيلي. ادي المعلومه الثانيه مع بدايه ظهور الشعر وهو فيري سمول ابدا الليزر. انا الشعرايه الطويله دي بخسر حاجتين. بخسر انرجي بره الجلد بخسر ان انا ممكن احرق العيانه بالشاينيز ليتر ابييرنس شعر نايم على الجلد وانا بضرب ليزر يتحرق الجلد ويعمل لك منظر الشاينيز ليتر. يبقى احسن طريقه من غير ما استخدم الموس عشان لا هو انت رحت عند الدكتور قدح اللي بيحلق الشعر بالموس قول لي طيب بس كده بس هي كده بس خلصت ماشي يا جماعه. طيب اعمل الجلسه الثانيه امتى؟ بص اقول لها ايه من 4 لـ6 أسابيع في الابر ليمب من 6 لـ7 أسابيع في اللور ليمب يعني خليها تقريبا 6 أسابيع عشان تعمل الجلسه مع بعض على كلها. واحسن وقت تعمل الجلسه الثانيه مع بدايه التنبيت. يبقى انت كده ما استخدمتيش خالص الشيفر وما عملتيش شيفنج لجسمك من اول جلسه بعد كده. طيب نسال سؤال للدكتور اله هتعملي كم جلسه؟ انا ايه عشان اتسال هتعملي تقول للعيانه يا عيانه انت هتعملي ها كم جلسه في الابر ليمف في اللور في الفيس؟ والله اكوردنج برضو يعني انا بقول للعيانين دلوقتي افريج من 8 ل 10 جلسات ده زادوا انا بقى من 6 ل 8 زادوا انا بقى بقول كده. لا ما انا وتبقى كيف يا بيه ما احنا بنشتغل بما يرضي الله احنا ناس ازهريين برضو فلا لا انا دايما بقول للعيانين من 8 ل 10 من 8 ل 10 جلسات افري مانث وبعد كده بقول بنعمل مينتنس. لا وقت ما بيطلع شعر بنيجي نعمل وات ايفر بقى 3 شهور 6 شهور سنه اكوردنج وكل حاله والتاني.
تمام. لو عملنا 8 زي ما حضرتك بتقول او 6 العيان بيبقى، وده اللي انا بقول عليه الايه، ما اديش العيان اوفر اكسبكتيشن، دايما اديله اندر اكسبكتيشن. فانا بقول 8 ل 10 وانا في حساباتي ان هو ممكن يعمل من 6 ل 8. بس انا من بعد كده ادي لك زيارات اخرى اتعملنا هير ريدكشن، خلصت جلساتها البلد دي تقول لك ايه، انا خلصت جلساتي، طب هدي لك كل قد ايه وتعمل قد ايه واكسبكتد تدفع لك مبلغ ولا ايه؟ حته المبالغ دي مش عارف، بس هي احنا بنقول بنت ننسع بس، يعني انت عايز تطلع مننا فتوى، مش عايز يطلع مننا. أيوة أيوة عايز يطلع أيوة فتوى أيوة عشان احنا زارين. أيوة خدوا بالكم. طيب لا احنا لا احنا اكوردنج زي ما بنقول المينتنس اكوردنج للهير جروس. وقت ما بيظهر هير جروس بيجي وبنعمل المكان اللي ظهر فيه الهير بس، مش كل السيرفز اريا اللي كنا بنعملها قبل كده. ده اللي انا بعمله. انت غيرت رايك ولا انت رايك زمان كان غير كده؟ كنت بتعمل كله. شيرين قومي كده قولي لنا العياده بعد ما تخلص جلساتها هتقولي لها هعمل جلسه كل قد ايه؟ شيرين انت فايزه بالكاس امبارح، كاس الجامعات، يعني عايزين كلام علمي بحت. قولي كلام علمي. انت فايزه امبارح ب 15000 جنيه. تنسيتي تدفعي الضريبه للدوله. جلسه كل ما بين 3 ل 6 شهور لما هي او لو هي مش عايزه بتبقى كل لما هي تحس انها محتاجه تعمل جلسه بقول لها اعملي الجلسه. هل الزنك الايرون البايوتين بيأثر ممكن يبوظ الليزر بتاعك؟ بيبوظه. بيبوظه. طب ايه الحل؟ بيبوظه في الجلسات؟ هو بتقول لي ايوه during the sessions وهي لسه اول دكتوره الهير فولينج مالها؟ ايوه ازاي؟ لا ما هي لا بص يا دكتوره يعني بدون قطع كلامك يا دكتور نور انا هقول لك حته بسيطه. انا دايما يعني بدي اكزامبل بحاجه كده بقول في فرق بين واحد مريض عندي مات ومريض في الانعاش في الانتنسيف كير. احنا عملنا هير ريدكشن مش هير فولينج، بمعنى الهير فوليكلز مش كومبليتلي ديستراكت، موجوده بس ستيل عارفه زي بقول لك كده في الـ في الاي سي يو، يعني اي شويه ستيميوليشن هترجع تظهر تاني. ايوه بس احنا انت عارفه تقصدي ايه؟ عارفه تقصدي يا مها، انت تقصدي الهير دينستي مش هترجع زي الاول، انت تقصدي ده. اتس اوكي. بس ما نقدرش نقول ان الهير فوليكل اللي فولي ديستراكتد باي ليزر ويل نوت بي ريجينريتد، لا هتريجينريت. انت تقصدي بالظبط يبقى الفوليكولر سايز مش هيرجع زي الاول، تفرق لكنه موجود. ممكن بس هو ممكن. علشان معلش يا جماعه بعد اذنكم انا علشان احسم علميا النقطه دي، احنا ما بنديش فيتامين سبلمنتيشن وزاوت انديكيشن. ده عيانه جالها هير فول قال لي وش اريات شي نيدز فيتامينز هندي، مش نيدز خلاص. لكن شغل بقصدش